البطن بعد الولادة ومشاكل البطن بعد الولادة، قبل ما نعرف نتصرف معاها ازاي خلينا نسأل ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لبطن الولادة. اول حاجة طبعا معانا ان الرحم كان شايل البيبي والمشيمة والمية اللي حوالين البيبي لمدة 9 شهور، فعلشان يرجع هيحتاج من 6 ل 8 اسابيع عشان يرجع لوضعه الطبيعي اللي كان قبل الحمل. رقم 2، الهرمونات اللي كانت طول الحمل بتسبب احيانا تجمع لبعض السوائل، او بيكون تجمع السوائل في جسمك زيادة شوية. كمان الدهون اللي احنا اكتسبناها نتيجة للخبطة الاكل اثناء فترة الحمل. واخر حاجة ان عضلاتنا وعضلات البطن كانت مرتخية. دي الاسباب اللي ممكن تحصل اثناء الحمل. في بقى عوامل تانية بتزود فرصة ان بطن الولادة دي تحصل. زي ايه العوامل دي؟ زي اول حاجة ان حضرتك تكوني بطة بلدي حرفيا، يعني ما بتعمليش اي حاجة في حياتك، ما بتتحركيش خالص، قاعدة على السرير معظم الوقت، ما بتعمليش اي مجهود في حياتك، وبالتالي عضلات جسمك كلها ضعيفة. عشان كده كمان خلال الفيديو هنقولك كام نقطة ازاي تستعدي للحمل من قبله علشان خاطر تمنعي موضوع بطن الولادة. تاني عامل مهم جدا هو فكرة الزيادة في الوزن، وان الست لما بتبقى حامل بتفتكر ان هي المفروض تاكل لنفرين. النقطة اللي بعد كده هي فكرة الولادة القيصرية. الولادة القيصرية طبعا بيتفتح فيها جرح في الجلد والبطن وعضلات البطن والرحم وما الى ذلك، وعايزين نقول لك دايما ان مفيش حاجة احسن من الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها. فمهما كان الجراح شاطر، مهما كان الوسائل كويسة، مهما كان المكان كويس، مهما كانت الأدوات نظيفة، مهما كان كل العوامل واخدين بالنا منها، مش هيرجع أبدا الجرح زي ما كان. وكل ما العوامل اللي أنا قلتلك عليها دي تسوء أو تروح للأسوأ، كل ما الجرح مش هيتقفل كويس، كل ما ده هيؤثر طبعا على الكونتور أو على الشكل بتاع جسمك، وبيسبب برضو ظهور مشكلة البطن دي إلى حد ما. عشان كده دايما 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 بنشجع على الولادة الطبيعي، وعملين نهاتي جامد جدا عشان موضوع الولادة الطبيعي، وان هي اكيد الافضل. فكرة بقى التعامل الخاطئ مع عضلات البطن اللي احنا اتكلمنا عليه، زي ان حضرتك مثلا تلعبي تمارين بطن وتفتكر ان دي تمرينات الحوامل. تمرينات الحوامل مختلفة تماما عن الموضوع ده، وهنتكلم عنها ازاي بتتعمل وايه هي التمارين اللي ممكن نعملها وايه الشروط بتاعتها والكلام ده كله ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله لما ربنا يكرم والفوت يجي علينا نبقى نعمله. فالتمارين بتاعة البطن غلط، ان احنا اصلا نصحى من النوم مرة واحدة كده ننط كده مرة واحدة على بطننا وبطننا فيها بيبي والعضلات مش قوية، ده غلط. فكرة ان احنا نشيل اوزان تقيلة اثناء الحمل واحنا مش متعودين على كده، ده غلط. فكرة ان احنا نحزق في الحمام بشكل كبير قوي مع الامساك، ده مش صح واحد العوامل. ازاي نحمي نفسنا؟ من قبل الحمل لازم تلعبي رياضة وتتحركي علشان خاطر يكون عضلاتك قوية، وخاصة عضلات بطنك. كمان نحاول نولد طبيعي، لو الدكتور شايف ان مفيش مشكله من الولاده الطبيعي وان انت قدرتي تولدي طبيعي، ليه ما تولديش طبيعي. واخر حاجه هنصحك بيها فكره النظام الغذائي، ان احنا نحاول نمشي على نظام غذائي في الحمل، ناخد كل الحاجات المهمه وناخد كل احتياجات جسمنا واحتياجات البيبي، ونحاول قدر المستطاع نقلل من الاكل غير الصحي، ونحاول نتحكم في وزننا عشان الوزن ما يفلتش مننا. طيب شد البطن، شد البطن ده مش صح؟ ينفع نغير في حاجة ونصلح شكلها من غير ما ترجع لطبيعتها؟ الجسم بيبقى متلخبط شوية، وزي ما احنا قلنا الرحم بيبقى أكبر شوية من حجمه، وعندنا دهون وعندنا سوائل وي وي وي. فنستنى لما الحاجات دي كلها ترجع لطبيعتها علشان لما يتعمل لك شد بطن يتعمل لك شد بطن بشكل كويس لو انت محتاجاه، لو مش محتاجاه ملوش اي داعي. طيب انا خلاص اوريدي عندي بطن وخلصت الولادة، ودلوقتي انا بعاني من بطن الولادة، اعمل ايه؟ لو احنا لسه في اول 6 شهور بعد الولادة ننتظر شوية لحد ما جسمنا يرجع لطبيعته. مش لازم يرجع في 6 شهور بالظبط، ممكن يرجع قبل كده او بعد كده حسب حالة جسمك قبل الولادة كانت عاملة ايه، وحسب دي الولادة كام وطبيعي ولا قيصري، وعامل تانية كتير مش وقته اللي احنا هنتكلم عنها. بس الاستعجال ده غلط، لان الاستعجال دايما مع وجود بطن هيوصلك لفكرة من الاتنين. اول فكرة، فكرة ان احنا نلعب رياضة، ولعب الرياضه في الوقت ده وخاصه الرياضات القاسيه مش لمصلحتك خالص، عشان في هرمون اسمه هرمون الريلاكسين. الهرمون ده اللي ايه جاي من اسمه ريلاكس، ده بيخلي الاربطه بتاعتك تريلاكس، وبيخلي جسمك ريلاكس، وبيخلي حاجات كتير قوي تريلاكس. وبالتالي مع اي جاريه، اي حركه غلط، اي تمرين غلط، ممكن تلاقي لا قدر الله حصل لك مزع او حاجه. فاحنا عشان نتجنب مثل هذه الاشياء انتظري وريلاكس لحد ما هرمون الريلاكسين يرجع لطبيعته. طب يا دكتور ما انت لسه قايل لي من شويه لازم اتحرك وبلاش انتخ. عايزه تتحركي في رياضه كويسه جدا بتتعمل اسمها رياضه المشايه، اللي انت تاخدي الاسترولر بتاعت البيبي بتاعك تمشي وتتمشي كده بالمشايه، ودي حاجه تبقى زي الفل. او ممكن نتمشى في الجنينه بالليل او في اي حته، بس نتجنب الزحمه عشان الكوفيد الله يخليكم، ونلتزم بالاجراءات الاحترازيه. طيب دي كانت السكه الاولى الرياضه. السكه الثانيه اللي انت هتتجهي ليها برضو لو دماغك وزتك على البطن، لو انت انتوخه كمان،
فهتروحي لسكة الدايت والدايت القاسي والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. والحقيقة دي برضو مش كويسة، لان احنا عارفين ان الدايت، احنا فاهمين الدايت غلط. احنا ما بنمشيش على نظام غذائي صحي، وده اللي المفروض تعمليه على فكرة. احنا بنمشي على حاجة تانية، ان احنا بنحرم نفسنا من الاكل، وحرمانك من الاكل والقيم الغذائية دلوقتي ده هيؤثر على الرضاعة الطبيعية. وعايز اقولك ان الرضاعة الطبيعية في الوقت ده بعد الولادة واحدة من اهم العوامل واهم الطرق اللي احنا نقدر نخسر بيها وزن بشكل كويس ونرجع بيها لطبيعتنا. عشان كده احنا بنقول لازم نمشي على نظام غذائي صحي متوازن، ما نقفرش، ما ناكلش اكل غير صحي، وفي نفس الوقت ما نجيش على نفسنا ونحرم نفسنا. بعد 6 شهور ولسه في بطن وبطني ما رجعتش لطبيعتها، ساعتها بنبدأ نروح لدكتور النساء والولادة اللي عمل لك العملية، ويبدأ بيعمل لك فحص كده بسيط بيتأكد ان عضلات بطنك كويسة وان الدنيا تمام. لو في اي مشكلة هو بيقول لك على التصرف السليم، ممكن نتعرض على العلاج الطبيعي قسم النساء والولادة، ممكن يتعاملوا مع النوع ده من المشكلات، بس ان شاء الله ما نوصلش للمرحلة دي. اهم حاجة تعرفي ان الموضوع بياخد وقت، بس ان شاء الله بيرجع لطبيعته. كده ناقص لكم مننا الخط الداكن والخطوط البيضاء او الحمراء اللي احنا بنقول عليها الاستريتش ماركس. ده وده كل واحد اللي تعمله فيديو لوحده. اهم حاجة ان انتوا لا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمة والمغفرة والجنة.